انه تكون المكنه خفيفه بايدك. هاي مكنه الروتري دراجون فلاي. يسعد اوقاتكم شباب وصبايا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. الفيديو كتير مهم هيدا، هو تعليقاتكم. الفيديو بيتضمن لما تكتبوا لي تعليقاتكم، انتم بتسالونا اسئله بخصوص التاتو، بتسالونا اسئله يمكن تفيدكم وتفيد غيركم بكثير قصص. كل شيء اسئله حاحكيها اليوم هي بخصوص التاتو. وقبل ما نبلش باي شيء، حيطلع الانستغرام اكونت تبعي، اللي بحب يتابعنا على الانستغرام اهلا وسهلا فيه، بحط عليه ستوريات ويومياتي وكل شيء بخصه بالتاتو بتلاقوه على الانستغرام. وخلونا نبلش. سؤال من البي: مرحبا فنان، انا اشتريت عدة وشم بس بمكنة كويل واحدة بس شكلها للشادو، يعني المكنة يمكن تكون للشادو حديد طرق طويل، ما بعرف شو هو الطويل بس اوكي، ممكن استعملها لللاينر او في عيارات مخصصة لازم اسويها الاول؟ طيب، مكنة فيك تستخدمها لاينر بس ما بتعطيك نتيجة اللاين المناسبة، يعني فيك تستخدمها خلص انه اذا انقطع الامل ما نوجد مكنة لاينر بعدتك للشغل بدك تضطر تعمل فيها اوتلاين، بس ما بتعطيك النتيجة المضبوطة مثل نتيجة مكنة اللاينر. وبس. سؤال من عبود سيري، اهلا وسهلا فيك حبيبي. اخوي روسي، بدي اسألك الالوان البني والاسود للتاتو مثل يلي على ايدك، هل هو الوان اسود متدرجة ام هو لون بني واسود مثال للاسد يلي سويته الجميل؟ شو حطيت الوان غير الاسود؟ حطيت بني ام اسود مدرج؟ حبيب قلبي يا عبود، ليك ايدي انا بعدها ما خالصة، انا كنت من زمان كل ما اجيب قنينة حبر جربها على ايدي، فكرمال هيك ايدي مبينة بتطلع مثل كذا لون. بالنسبة للاسد، انا الاسد يومتها حطيت 4-5 الوان اسود مدرجين منقطين تنقيط ومعبيين اخر شيء بالمي، مثل الفيديو اللي عملت عنه شرح عن كيف بيعملوا تدريجات للشادو، تدريجات التمشيح. هيدول مثل خيالات، مثل لون للخيالات لتعمل فيه التمشيح، بس هذا مش بالنهاية اسود. حتى لما التاتو تكون مثلا بعدها جديدة بكون حواليها مثل احمر، هذا مش لون، نحن بنشوفها حلوه، كل العالم بيشوفوها حلوه بيقولوا يا ريت بتضلها هيك، لا هيدا مش لون احمر، هيدا بتكون ورمان التاتو، بس تقشر بدها ترجع طبيعتها، بده يروح هيدا الاحمر وهيك، عرفتوا كيف؟ مثلا انا مره عملت لزبون تاتو كان اللون حواليها احمر، اجى لعندي قال لي تغيرت التاتو، قلت له شو تغير فيها؟ قال لي هيدا الاحمر اللي حواليها راح، قلت له حبيبي ايدك ورمانه كانت وعامله مثل الورم، فكرمال هيك الاحمر بده يروح. لا مجال للخداع اليوم. اهلا وسهلا فيك حبيبي، بصراحة أنا ودي أعمل تاتو بس الشيء اللي مخليني ما أعمله هو ما أقدر أشيله، وإذا بشيله مؤلم جدا، هذا العيب بصراحة، أكيد مؤلم جدا، وأنا ما بنصحك تساوي تاتو إذا بدك تشيله. لأنه التاتو اللي بده يعمل تاتو، هذا التاتو بده يضل على جسمك للأبد. هذا التاتو بده يضل على جسمك للابد، نحن بنعمله لنا مش للعالم. بنعمله نحن بشيء بنحبه بنحطه على جسمنا. بس انت اذا بدك تعمل شيء انه ترجع تشيله بعدين، لا ما بنصحك. قال من نوارو سليمان، الله يوفقك للمره الثانيه، بيمشي حال الدراسه هندسيه مع مهنه التاتو؟ ليكو الصراحه صعب. اوكي، خلوني احكيكم شغله كرمال تعرفوها. انا يمكن هونت لكم موضوع التاتو انه استهونتوا بالموضوع، لا، التاتو موضوع صعب. تاتو تتاخد ايدك على الاوتلاين، اذا بحال ما كنت رسام او ما كنت بتعرف بالرسم او ما كنت خطاط او شيء، صعب، ممكن احتمال ياخد سنتين تيصير اللاين تبعك حلو. فنصيحه مني لكم، ما تستعجلوا، يا بتعطوها كل مجهودكم للتاتو
يا ما بنصحكم تفوتوا فيها. نصيحة. اوكي، وللناس اللي عم تسألني انه مثلا اذا بدنا نجيب من اي باي او علي اكسبرس او من الامازون، بركي ما وصلونا، بركي سرقونا، بركي ما جابولنا الاغراض. لا، علي اكسبرس او امازون او حيالله شيء، بس امازون ما كثير موجود بالبلاد العربية، مش بكل البلاد العربية ممكن يكون بوصل. علي اكسبرس بوصل على البلاد العربية. اللي بتعملوه بتحطوا الكريدت كارد تبعكم، بتحطوا عنوانكم المزبوط. اللي بيصير مثلا شغلي، مثلا قول ماكينة تاتو حقها $10 والفري شيبينج، بيبعتولكم اياها عباب بيتكم، عباب البيت، تاخد بس 60 يوم. فيكم تسرقوا الموضوع بس كنت تدفعوا زيادة، تاخد 60 يوم، بجيبولكم اياها عباب بيتكم، ما بتدفعوا دولار زيادة. يعني بجيبولكم اياها عباب البيت، ما بتدفعوا دولار زيادة. اذا بدكم اعملكم فيديو على ماكينة تاتو انا شاريها $14، شاري ماكينة تاتو انا من علي اكسبرس $14. اذا بدكم اعملكم فيها تاتو ونزلها على اليوتيوب، اكتبوا لي بالتعليقات هالشي. هيدي من علي اكسبرس $14، يمكن ما استخدمتها. طيب، سؤال من بونيشر، يمكن صديق المكنة تبعي عم تشتغل بس ما عم يدخل الحبر للجلد، شو السبب؟ هيدا الشيء ممكن يكون اذا عم بيصير مع زبوناتك كلهم او عم بيصير مع شخص او شخصين بس. مثل ما حكيت انا بالفيديو اللي قبل هيدا، في بشرات بتختلف، كل انسان تجي بشرته شيء، كل انسان بشرته بتختلف. فممكن تكون من البشره، ممكن تكون من المكنه، ممكن تكون من الحبر، ممكن تكون منك. ما في يساعدك بهالموضوع صراحه تعرف المشكله من شو، مشكلة منك ولا من المكنة ولا ما بعرف يعني. بس بدك تأكد لي هالشيء إذا عم يصير مع كل زبوناتك ولا زبون أو زبون واحد أو اثنان، فبيختلف الموضوع. خلونا نعمل فيديو شوي عن ماكينة التاتو. هاي ماكينة الكويل. أوكي، هاي ماكينة الكويل، هاي أوتلاين. أنا صراحة صار لي فترة حابب أصير أرجع أشتغل بالكويل، ما بحب اشتغل بالشايبان ولا هالقصص كلها. فان شاء الله التاتو الجاي بدي اعملها بالكويل، لان الكويل شغله كتير حلو. يعني شغله الكويل احلى من الروتري واحلى من كل شيء. فنحن وقفنا شغل بالكويل صرنا فترة، فهلأ انا ان شاء الله فيديو الجاي بدي ارجع اشتغل بالكويل. الكويل مكنة الكويل مكنة وحشة. يعني انتم متخيلين هون كويلات غير ما يكون فيه موتير صغير. هاي التاتو اللي رح اعملها بحال طلعت مثل ما بدي، حوقف صير اشتغل بالكويلات مؤقت. يعني مش انه وقف لا، اكيد لا. الكويلات لهم استخدامات خاصة. مثلا الكويلات هدول مثلا الروتري لهم استخدامات خاصة. مثلا الروتري استخدامه كتير مفيد بالشادو. ليش استخدامه كتير مفيد بالشادو؟ لان خفيفة بالايد، اما هيدي تقيلة. الكويل هلا هاي اتقل ماكينة كويل عندي لانه هاي الومنيوم. اوكي، اتقل ماكينة روتري عندي لان هاي الومنيوم. بالشادو كتير مفيدين لانه خفاف بالايد، والشادو بعوز مكنه خفيفه. يعني لما بدك تعمل شادو بتعوز المكنه انه تكون خفيفه كرمال لا تاخذ لون كتير قوي ولا تاخذ سماكه كتير قويه، رياحه بالايد. اما اذا بدك تعملها بالكويل احتمال تعذبك شوي، مش تعذب، اكيد ما هتعذب، بس هو الافضل انه تكون المكنه خفيفه بايدك. هاي ماكينه الروتري دراغون فلاي سين باب اول ممتاز، الا عندي صراحة سنين وبشتغل فيها. هاي روتري، وهيدي المكنة اللي قلت لكم سعرها اشتريتها هيك صراحة، سعرها $14 يعني ولا شيء، قيمتها ولا شيء. اذا بدكم اعملكم فيديو عليها واشتغل عليها، انا عم بشتغل عليها، اعمل تاتو، اعملها لاينر وشيدر بنفس الوقت بهيدي المكنة. طبعا الروتري
كل شيء روتري بيجي بيجي لاينر وشيدر، كل شيء مكانات روتري بتجي استعمال لاينر واستعمال شيدر غير الكويل. الكويل بتجي مخصصة هيدي مثلا لللاينر، والمكنة الثانية مخصصة للشيدر. اوكي، الكويل في الكويل لازم يكون في مكنتين، مكنة لاينر ومكنة شيدر. اما الروتري استخدامين، يعني بتستخدمها لللاينر وبتستخدمها للشيدر. عرفتوا كيف؟ اوكي حبايب قلبي، لهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتم منه. اللي عنده اسئله على اي شيء يسالني بالتعليقات، وبشوفكم ان شاء الله بكره بفيديو جديد، ويلا باي باي. Standing on the level, standing on criminal fences.